حسام وشيرين راجعين من اختفائهم ومش سايبين بعض. خلاص كلنا عرفنا انكم رجعتوا لبعض وبقيتوا زي السمنة على العسل. حسام الزوج الجدع الحنين اللي بيدعم مراته وواقف جنبها ومش راضي يسيبها. وبعد عودتها من اختفائها لفترة كبيرة والكل شك ان شيرين وحسام سابوا بعض، خصوصا بعد ما لغوا الفولو لبعض ومسحوا صورهم. خلى الكل يشك ان شيرين وحسام مختفيين ومحدش يعرف عنهم حاجة، يبقى سابوا بعض زي كل مرة. لكن شيرين وحسام لسه مع بعض، وظهرت شيرين بعد فترة اختفائها وأعلنت عن حفلتها في دبي، وأعلنت إن الحفلة دي هيكون فيها مفاجآت وحاجات كتيرة للجمهور. وفعلا حفلة دبي نجحت جدا والجمهور اتبسط فيها خالص. حسام حبيب طبعا ما سابش شيرين خالص في الحفلة دي، وشيرين قدمت فيها باقي من أجمل أغانيها القديمة، ده غير أغانيها الجديدة اللي كانت لسه ما نزلتش وأعلنت عنها وغنتها في حفلة دبي. كمان بنات شيرين طلعوا معاها على المسرح، والحفلة كانت شغالة تمام وزي الفل قبل ما شيرين تتزحلق وتقع على خشبة المسرح. بس قامت وهزرت مع الجمهور وقالت ان بتوع السوشيال ميديا دلوقتي هيسيبوا كل حاجة ويقولوا لك شيرين وقعت من على خشبة المسرح. وبعد حفلة دبي شفنا الايام دي شيرين عبد الوهاب بتستعد لحفلتها في روائع الموجي في الرياض بالسعودية، وكانت خلال الايام اللي فاتت بتعمل بروفات علشان تستعد للحفلة، وكان طبعا مين مش بيسيبها؟ حسام جوزها كان معاها في كل البروفات اللي كانت بتستعد فيها للحفلة. حسام كان ماسك ايديها وبيدعمها وكل استوى كان موجود فيها، وده بيبين حرصه انه يكون موجود معاها لدعمها. حسام مع شيرين من اول ما سافرت الرياض علشان تستعد لحفلتها. حسام ما ظهرش مع شيرين في الرياض، بس في حفلتها في دبي كان موجود معاها وبيدعمها برضو. ظهور حسام بشكل مستمر ويومي مع شيرين بينهي اي اشاعات كانت الفترة اللي فاتت بتقال انهم انفصلوا وسابوا بعض، وبظهوره ده انهى اي اشاعات كانت بتتقال، وهم زي السمنة على العسل وكل صورهم مبسوطين فيها، وشيرين ضحكتها منورة في كل صورة. ما تنساش تقولنا رأيك في ظهور شيرين وحسام الفترة الأخيرة بشكل مستمر.